الله يعطيكم الصحة أخوتي. السلام عليكم أخوتي وخواتاتي بالله، مرحبا بكم في قناة ديالكم مراد مزوري فلوكس. اليوم الساعة تشير إلى 7 ليلا، عندنا واحد ليفينمو، عندنا واحد الفلوك خطير خطير بزاف غنديرو مع شي ناس مسطيين، غنديرو مع شي بنات مسطيين. خليكم معنا. أول حاجة ما تنساوش لايك شير سبسكرايب وشي كومنت يكون زوين، ويلا غنوريكم شنو غنديرو اليوم. بغيت أخوتي نسيت واحد الحاجة، اسمحوا لي تعطلت عليكم. شفتوا ضربنا بانيو كنقولو هنا بالبرتغالية بانيو، دوشنا كلشي. حنا غنوريكم دابا، أنا دابا باقي 5 دقايق غادي تجي واحد الشخصية غنعرفكم عليها، شخصية مهمة بزاف. المهم انا غنلبس حويجاتي دابا وغادي نوريكم، وبقاو معنا. لايك اخوتي. نسيت واحد الحاجه، غنبارطاجي معكم واحد القناه ديال واحد الشاب مغربي ولد تارودان عايش في النمسا. الناس اللي مهتمه بالدراسه في النمسا الغربه، وخصوصا بالضبط في عاصمه فيينا، واحد الصديق ديالي سميتو شرف، تحياتي ليك. القناه ديالو مغربي في الغربه، ها هي قناه اخوتي، شيقه، قناه فيها مواضيع، قناه هادفه، عنده ما يتقال اخوتي. وهاد السيد هذا غنخلي لكم واحد الفلوك، غنخلي لكم صندوق الوصف اخوتي، غتشوف واحد الفلوك كيهضر على كيفاش اخوتي جان من وسط جبال سوس حتى احسن عاصمه اوروبيه. اخوتي راه طبيب في دوله النمسا، دوله النمسا الاتحاد الاوروبي، اغنى دوله في اوروبا من بعد سويسرا والى اخره. سيد وليداته مزوج داخل سوق راسو. غنخلي لكم قناه ما نكثرش بزاف، غنخلي لكم قناه باش تدخلوا غتشوفوا شنو فيها. كنتسناوها جات بالطوموبيل، حنا دابا غنسدو الباب وغادي نمشيو نرجعو عندها وغنشوفوها فين غتدينا اخوتي. هادي هي الشخصية اللي كنتسناها. حنا دابا جيت انا ودنيا، نومي ديال دنيا، حنا جينا للسوبريت اخوتي، السوبر ميركادو سوبريت. دنيا غادي تخرج غتشري شي لعيبات وغادي نوريكم شنو غتشري. صافي اخوتي، حنايا ها العربه ديال دنيا. عاود لكم القصه ديالها. هاد البنت هادي في العمر ديالها 37 سنه، يعني فايتاني بعام. هاد البنت اخوتي باها مغربي، غنعاود لكم القصه ديالها. باها مغربي والام ديالها برازيليه، الاب ديالها جا تقريبا شحال هادي، جا شي 39 سنه ولا مع 40 عام باش جا للبرازيل، باش تعرفوا المغاربه راه في شكل المغاربه. الاب ديالها مغربي، باها جا للبرازيل اخوتي، صاحب مع برازيليه هي الام ديالها، تصاحب معاها ما تزوجش بها. الاخر جلس اخوتي واحد 6 شهور ومشى في حالاته للمغرب، وخلى امها حامله، يعني خلى صاحبته البرازيليه خلاها حامله بهذه البنت هذه اللي انا معاها، فهمتي؟ خلاها حامله ولحد الساعه تقريبا اخوتي 37 سنه اخوتي، هاد البنت هادي مازال ما عرفاتش باها. عارفه باها اخوتي مغربي، عارفه من المغرب. دنيا غدير لينا واحد الماكلة برازيليرة، خليكم معنا غتشوفوا الماكلة اللي غدير لينا دنيا غتصيب لينا واحد الأكلة زوينة بزاف. 1 2 3 فوك يو. We're gonna make it.
نشوفوا الباس ديال الدنيا اخوتي مغربيه ماروكين. كما كتشوفوا دنيا هي دار لنا كره ساودي فرانغو يعني كلوبا ديال الدجاج كطيب فيهم هذه اكله برازيليره كوميدا برازيليره. السيده هذه اخوتي اللي كنقول لكم دابا مغربيه الاصل ديالها مغربيه ولكن 39 عام في العمر ديالها هي حاصله في البرازيل وما عمرها ما عرفت الاب ديالها. اول حاجه هاد الدار هذه اللي كنصور انا فيها ورايا البحر دار الثمن ديالها 150 مليون. المهنه ديالها اخوتي استاذه ديال الجغرافيه، استاذه ديال الجغرافيه ماشي في الاعدادي ماشي في المدرسه ماشي في الثانوي في الجامعه. اخوتي هي اخت وعندها جيتسكي يعني الحمد لله مسهل عليها الله، عندها الاموال ورثات. شكون اللي ضاع اخوتي؟ ضاع هذاك المغربي اللي صاحب مع امها ومشى بحالاته وخلاها. الام ديالها اخوتي ورثات، ورثات اخوتي من عند عائلتها من بعد ما ماتوا عائلتها ورثات، والورث جا لهاد البنت هذه والحمد لله راه مسهل عليها الله. عرضت عليا اخوتي هنايا في الدار ديالها، جابتني للدار ديالها بحكم انها باغا تعرف التقاليد ديال المغرب، باغا تعرف الكولتورا يعني الثقافه ديال المغاربه، باغا تعرف المغاربه اش كيسواو، وبغاتني نعاونها باش نلقى ليها الاب ديالها في المغرب. طيبات الماكله ديالها، حنا غنشوفوا الماكله كيفاش دايره خوتي. غادي نجربوا هذه الماكله اللي دارت لنا دنيا. نمبر 1 ولا إله إلا الله والله أكبر. Traduzindo, glória a Deus, todo louvor a Deus. Não há Deus senão Allah, Deus é o maior. Faça a genuflexão e as duas prostrações como mencionamos. اخوتي انا كنعلمها دابا كيفاش تعلم الصلاه، راها مغربيه اخوتي وما كتعرفش الصلاه، ما كتعرفش اخوتي الديانه الاسلاميه وما كتعرفش اخوتي الصلاه وراها مغربيه. اولا انا السيد اخوتي غنوريكم دابا البيت ديال دنيا، غتشوفوا البيت ديال دنيا كيفاش داير. البيت ديال دنيا اخوتي شوف غير الدار فين ساكنه، شوفوا هانتوما المكان اخوتي، المكان اخوتي اللي عندها في الدار شوفوا كيفاش دايره راه هي. السلام عليكم.
شفتوا اليوم عرضت علينا دنيا، درنا الماكله زوينه، تعشينا، درنا كلشي زوين. غنمشيو دابا للدار، غنمشيو نعسو. دنيا غتدينا بالطوموبيل ديالها، غتدينا للدار دابا. اوكي، غنمشيو بحالتنا للدار.